الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الدورة الرابعة لعام 1438 في المسجد الحرام كنا في اللقاء الأخير في عمدة الفقه لابن قدامة، وكنا قد تعرفنا على جملة كبيرة من مسائل الحج والعمرة والمال المناسك والمشاعر. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى التحلل الكامل من الحج بالطواف والسعي. الإنسان إذا أدى المناسك كلها يوم العيد من الرمي والحلق والطواف والسعي، فإنه يكون قد أدى مناسك الحج في يوم العيد، وهذا في حق كل حاج. ويزيد المتمتع والقارن نحر الهدي، لكن نحر الهدي لا يلزم أن يكون يوم العيد، وإنما يجوز تأخيره إلى أيام التشريق. كذلك الطواف والسعي يجوز تأخيره إلى ثاني العيد أو ثالث العيد أو ما بعدها. ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإنها تطوف وتسعى بعد طهرها، والسعي يكون بعد الطواف. الإنسان إذا أدى هذه الأعمال في يوم العيد فإنه يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام من جميع المحظورات للإحرام. ثم يرجع الإنسان إذا انتهى من السعي في يوم العيد يرجع إلى منى، بمعنى أن الإنسان إذا انتهى من الطواف والسعي في يوم العيد بمكة فإنه يرجع إلى منى، لأن السنة هو البقاء بمنى والتعبد لله بالبقاء بمنى يوم العيد وأيام التشريق، ويصلي بها الصلوات الخمس، يصلي بمنى ويبيت بها وجوبا ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يلزمه المبيت بمنى، وهذا من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، ويرخص لمن يعمله يتعلق به حق للعامة مثل السقاة والرعاة والأطباء والجنود والجزارين ونحوهم. قال: ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل ومعها الثالث عشر لمن تأخر فإنه يكون واجبا بمنى، وهذه عبادة خاصة بمنى في هذه الأيام. فالإنسان يبقى بمنى ليلا، والمطلوب وجوبا هو نصف الليل، بمعنى أن يبقى الإنسان ست ساعات أو خمس ساعات ونصف ونحو ذلك، سواء كان ذلك من أول الليل أو وسطه أو آخره. وأما النهار فيجوز للإنسان أن يخرج لكنه ترك الفضيلة، فالأفضل للإنسان أن يبقى بمنى ليلا ونهارا، لكنه لو خرج نهارا لا حرج عليه وفاتته الفضيلة، وأما ليلا فيلزمه وليلزمه أن يبيت نصف الليل، بمعنى اقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على اثنين، ونصفها هو الذي يلزم أن تبيته في منى.
قال فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القربة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف ويدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. هذا هو ترتيب رمي الجمار في أيام التشريق. رمي الجمار في اليوم الحادي عشر يبدأ بعد الزوال، ومعنى الزوال هو انتقال الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب، وهو منتصف النهار، وهو وقت دخول صلاة الظهر، هو وقت دخول صلاة الظهر أي وقت أذان الظهر. في مثل هذه الأيام الساعة 12:25 هذا هو وقت الزوال في مثل أيامنا هذه، فهذا هو وقت الزوال. الإنسان في اليوم الحادي عشر يشرع له أن يبدأ الرمي بعد 12:25 من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويمتد الرمي إلى غروب الشمس، وعند الضرورة أو عدم العجز عن الرمي نهارا يرمي أول الليل، فيرمي أول الليل عن اليوم الماضي وليس عن اليوم القادم. وأما الرمي قبل الزوال في أيام التشريق فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح، ولكن أجاز ذلك بعض أهل العلم للضرورة التي كانت بالناس في السنوات الماضية مما يحصل من ازدحام وفوات نفوس. لكن الآن بعد المشروع العملاق الكبير لتوسعة الجمرات وتعدد أدوارها يكون قد زالت الضرورة، فحينئذ لا يحتاج الإنسان إلى أن يرمي قبل الزوال، وإنما يؤخر رميه إلى ما بعد الزوال ولا مشقة عليه حينئذ. قال يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني في يوم الحادي عشر ترمي 21 حصاة، سبع عند الجمرة الأولى وسبع عند الجمرة الثانية وسبع عند الجمرة العقبة، كل حصاة ترمى بمفردها من هذه الجمرات الثلاث، فالجمرة الأولى 7 حصيات كل حصاة وحدها، والوسطى 7 حصيات كل حصاة وحدها، والعقبة 7 حصيات كل حصاة وحدها. يرفع الإنسان يده مع كل حصاة ويكبر. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن حصى الجمار هو بمقدار حبة الفول، ويسمى عند العرب حصى الخذف، أي الحصى الذي يرمى بالأظافر، يضعه الإنسان على ظفر إبهام يده ثم يضغط السبابة بذلك فتنطلق الحصاة، ويسمى هذا الرمي الخذف. حصى جمار الحج هي بهذا المقدار بين الحمص والبندق. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. الإنسان يبتدئ بالجمرة الأولى، والأفضل في الرمي أن يكون يستقبل القبلة أثناء رميها ويجعلها على الحد الأيسر من بدنه، فيكون وجهه إلى القبلة ويكون في الطرف الأيمن منها، يرميها بسبع حصيات متفرقات، ثم بعد هذا يتقدم
عن مكان الرماة ويقف مستقبلا القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه. ومما جاء في هذا الموقف أن يقول الإنسان: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. وإن رماها الإنسان من أي جهة صح ذلك ولا حرج فيه، فترمى من جميع الجهات، الجمرة الصغرى والوسطى ترمى من الجهات كلها. ثم يتقدم ويأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك، أي يجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، وبعد الرمي يتقدم بعيدا عن زحام الرماة ويدعو الله تعالى مستقبلا القبلة. ثم بعد هذا يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، بعد الرمي ينصرف ويعود إلى منى أو إلى سكنه في منى، ولا يقف يدعو بعد رميه لجمرة العقبة. قال: ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، كذلك بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، ويرميها بنفس الترتيب، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. إذا رمى بعد الزوال الجمرة الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع، فإنه إذا كان يريد التعجل فإنه يخرج من منى ويكون قد أكمل مناسك الحج وبقي عليه طواف الوداع. وإن كان يريد التأخر فإنه يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الثالث عشر، ثم يرميها في اليوم الثالث عشر بعد الزوال على نفس الترتيب السابق، يرمي بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وإذا تم ذلك يكون قد أكمل المناسك. والله تبارك وتعالى جعل للناس الخيار في هذا وبين أن التأخر أفضل، فقال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تأخر وجلس إلى الثالث عشر ثم رمى بعد الزوال وخرج من منى وصلى بالمحصل. يقول المؤلف: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس. لو غربت عليك الشمس في اليوم الثاني عشر وأنت لا تزال في منى فإنك يلزمك المبيت ويلزمك الرمي غدا، لأنك لم تتعجل. وأما إذا أردت أن تتعجل وجهزت نفسك ومشيت متجها للخروج من منى فحصل عائق من زحام ونحوه فغربت عليك الشمس وأنت في طريقك للخروج، فلا حرج عليك أن تخرج حينئذ. وأما إذا كنت لم تنوي الخروج وإنما باقي ولم تهيئ نفسك لهذا فغابت عليك الشمس، فإنه يلزمك أن تبيت بمنى ليلة الثالث عشر ثم ترمي في اليوم الثالث عشر.
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا سنده صحيح على شرط الشيخين. وورد بلفظ آخر: إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان متمتعاً أو قارناً فقد انقضى حجه وعمرته، لأنه قد أنهى أعمال حجه وعمرته. بهذا يكون الإنسان قد أتم المناسك. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي محل خلاف عند أهل العلم. يقول: وإن كان مفرداً خرج للتنعيم فأحرم بعمرة ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذا ليس تابعاً لعمل المفرد، هذا عمل آخر يقوم به الإنسان. والذي يرجحه الكثير من أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يستحب له ذلك، والقائلين بهذا استدلوا بحديث عائشة لما أنها حجت قارنة، ولكن ليس في الحديث دليل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق لها مع إلحاحها، ثم أذن لها من باب تطيب خاطرها لما قالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة. ولهذا فإن أخاها لم يعمل هذه العمرة، وبهذا أخذ العلماء عدم استحبابها. قال: إذا كان الإنسان لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، يعني إذا كان الإنسان ليس في رأسه شعر فإنه يمر الموس، بمعنى يجعل الموس يمشي على رأسه، إن كان فيه نسبة ولو واحد ملي يأخذها أو شعرة منسية ونحو ذلك. وقد تم حجه وعمرته لانتهائه من جميع أعمالها. قال المؤلف رحمه الله: ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، أي أن أعمال القارن للحج مع العمرة وأعمال المفرد من حيث الصورة الخارجية واحدة، فكلهم يطوفون طواف قدوم وليس طواف عمرة ولا طواف حج، أول ما يصلون إلى مكة وهو سنة، ومن شاء منهم أن يسعى فيسعى سعي الحج للمفرد وسعي الحج والعمرة للقارن، وفي يوم العيد كل منهم يرمي ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لا سعي ثانية، ثم يعدون المناسك من الرمي والمبيت وغيرها سواء، إلا أن القارن يلزمه هدي القران، فعليه ذبح شاة بمكة تذبح أيام العيد والتشريق، والمفرد ليس عليه شيء من ذلك. وأيضا الاختلاف في النية عند الإحرام، فعند الإحرام المفرد نوى الحج فقط والقارن نوى الحج والعمرة معا، ويختلف عنهما المتمتع لأنه
نوى العمرة وحدها والحج وحده، فأتى بعمرة منفصلة وحج منفصل. وأما القارن فجمعهما معا وصارت صورته الظاهرة كصورة المفرد. قال: لكن عليه وعلى المتمتع دم لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ربما يسأل بعضكم ويقول: هذا قارن والآية تقول فمن تمتع. والجواب عن هذا هو أن القارن عنده شيء، نوع من التمتع، حيث أتى بنسكين معا فاستمتع بعمرة وحج معا، والمتمتع فصل بينهما، فينطبق عليه معنى التمتع العام فيلزمه هدي التمتع، وكما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. الإنسان إذا انتهى من أعمال المناسك وانتهى من أموره وأراد أن يغادر مكة فإنه يلزمه طواف الوداع بأن يطوف بالبيت 7 أشواط، يطوف بثيابه المعتادة، وليس في هذا الطواف رمل ولا اطباع وليس فيه سعي، وإنما يطوف الإنسان 7 أشواط كطوافه في قدومه وفي طوافه للإفاضة وطوافه لعمرته، لكن ليس فيه إحرام وليس فيه سعي. يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ويصلي 2 ركعتين سنة الطواف بعد طوافه، ويكون هذا بعد انتهائه من جميع أموره، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا الطواف من واجبات الحج وليس من واجبات العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به ولم يفعله في عمراته السابقة. يقول المؤلف: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني إذا أن الإنسان بعدما طاف للوداع ذهب للسوق وصار يبيع ويشتري بالبضائع، فهذا شأنه أنه مستقر، فإذا أراد أن يغادر يعيد الطواف لأن طوافه السابق لم يكن للوداع. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يسافر وكان الوقت قريبا من السفر، بمعنى أنه بعد ساعة أو بعد 2 ساعتين سيغادر، فيأتي ويطوف. أما ما يعمل بعض الناس من أنه يريد السفر بعد الفجر فإذا صلى العشاء طاف للوداع، هذا طواف غير صحيح، لا يجزئه عن طواف الوداع لأنه بات واستقر ونام. أما إذا كان قد قيل له: ستأتي السيارة لحملكم بعد صلاة العشاء بساعة أو 2 ساعتين، فطاف بعد العشاء وجلس ينتظر السيارة فلم تأتي إلا بعد طلوع الشمس، فلا حرج عليه وطوافه صحيح ولا يلزم إعادته، لأنه كان ينتظرها في كل لحظة أن تأتي. وأما إذا كان يعلم أنها لا تأتي إلا بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، فطوافه بعد العشاء يعتبر غير
طواف وداع، إنما يعتبر نفلا. يقول المعلف رحمه الله: يستحب له إذا طاف أن للوداع، يعني أن يقف بعد الطواف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيشرع للإنسان إذا تيسر له بعد انتهائه من طواف الوداع وسنتها وسنة الطواف أن يلتزم بأن يلصق صدره وخده وذراعيه بما بين باب الكعبة والحجر الأسود. وقد ورد عن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، قد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وهنا ذكر المعلف رحمه الله دعاء، وهو ليس من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دعاء استحسنه بعض أهل العلم بأن يقول الإنسان هذا الدعاء: اللهم إن هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإذا كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا لم يرد بحديث، وإنما استحسنه بعض أهل العلم. ويدعو الإنسان بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وما يحتاجه، قد يكون له حاجة خاصة له أو لأهله فيدعو بها، ويسأل الله تعالى ما يرجوه من مرغوب، ويستعيذ به ما يخشاه من أمور في الدنيا أو في الآخرة، لأن هذا كله من الدعاء المشروع. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع رجلا يدعو في صلاته ثم لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. أي أنه يشرع للإنسان أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء على الله، يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فحمد الله وصلى على نبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ادعو تجب وسل تعطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه ابتدأ بالحمد والصلاة بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وختم بذلك، فقال له: ادعو بما شئت وسل عما تريد. ف
فإنك في موقف قد تأهلت فيه لإجابة دعائك. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إلى البيت إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم. هذا يبين فيه أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فلو أن الإنسان نسيه وخرج من مكة قبل أن يطوف للوداع فيلزمه أن يرجع إذا كان من مكان قريب لم يبعد عن مكة مسافة بعيدة ويطوف للوداع، وإن كان قد فارق مكة وبعد عنها مسافات فإنه يلزمه أن يبعث دما أو ينيب غيره ممن بمكة بأن يذبح عنه دما شاة لجبر هذا النقص الذي أخل به في نسكه وهو طواف الوداع. قال: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض لا طواف للوداع عليها، وكذلك النفساء. قال: يستحب لها أو لهما الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد الحرام والدعاء حال وقوفهما، يعني لا تدخلان المسجد الحرام وإنما تقف خارجه، وهذا ليس من الواجبات، كما أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب لها الذهاب للمسجد ولا الوقوف عند بابه، حيث أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما حاضت صفية، فإنه لم يأمرها أن تذهب إلى البيت وتقف عند بابه، وهذا هو الأولى، فلا داعي لأن تأتي وتقف عند باب الحرم. بعض الناس يسأل عن مسألة الرمي بالنسبة للعاجز. الرمي بالنسبة للعاجز لا حرج فيها، لكن من هو العاجز عن الرمي؟ العاجز عن الرمي هو الذي لا يستطيع الوصول إلى المرمى أو لا يستطيع أن يمارس الرمي في المرمى، مثل المرأة الحامل التي تخاف على نفسها من الزحام أو من المشي، ومثل الرجل المسن الذي لا يتحمل الوصول للمرمى، ومثل الإنسان المريض من رجل أو امرأة الذي لا يتحمل الوصول إلى المرمى. فهؤلاء لهم أن ينيبوا غيرهم من الحجاج بأن يرمي الإنسان عن نفسه ثم يرمي عمن وكله في مكان واحد، فيحمل الإنسان حصاه وحصى الموكل، فيبدأ مثلا بالرمي عن نفسه ثم يرمي عم وكله، ثم ينتقل للجمرة الثانية فيرمي عن نفسه سبعا ويرمي عم وكله سبعا، ثم ينتقل للعقبة ويرمي عن نفسه سبعا ثم يرمي عم وكله مثل ذلك سبعا، فهذا لا حرج فيه. وأما ما يتساهل فيه بعض الناس من أنه لا يريد الزحام أو فيه تعب عليه، فالحج كله لا بد فيه من هذا، وكل الناس يتعرض للتعب والمشقة، وهذا ليس هو المقصود بالمعذور الذي يناب عنه في الرمي. ثم إن مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس قد يطوف للوداع قبل الرمي في اليوم الثاني عشر، فيأتي في صباح اليوم الثاني عشر ويطوف للوداع ثم يذهب إلى منى ويرمي، هذا فعله غلط، لأن طوافه للوداع لم يأتي وقته، فطواف الوداع إنما يكون عند انتهاء المناسك وعند إتمامها وكمالها، فإذا أتم الإنسان المناسك فإنه يطوف للوداع،
والذي بقي عليه الرمي في اليوم الثاني عشر لم يتم المناسك، فطوافه في غير محله حينئذ فلا يصح منه. ثم عقد المؤلف رحمه الله باباً لأركان الحج والعمرة، المؤلف رحمه الله قال: أركان الحج اثنان، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. والصحيح أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، والسعي. فهذه هي أركان الحج التي لا بد أن يأتي بها الإنسان، فلا تسقط أبدا، لا بد من الإتيان بها ولا يجبرها دم. الإحرام فلا يصح الحج بدون إحرام، والمراد بالإحرام هي نية الدخول في النسك ولو كان الإنسان لم يلبس ملابس الإحرام. فالإحرام هو الدخول في الإحرام ونية الحج، أن ينوي الإنسان أنه دخل في الحج. والأمر الثاني هو الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فإنه لا حج له، من لم يدخل عرفة يوم عرفة فإنه لا حج له. والأمر الثالث هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، هذا الطواف ركن من أركان الحج، وكذلك السعي، فلا بد من الإتيان بهذه الأربعة ولا تسقط بحال من الأحوال. قال: واجباته ثمانية: الأول الإحرام من الميقات، وهذا لمن كان وراء المواقيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن المنازل. فالإحرام من الميقات لمن كان خارجها ووراءها، فإنه إذا وصل إليها يلزم أن يحرم بها إذا أراد النسك من حج أو عمرة. وأما من كان دون ذلك فميقاته من أهله، فأهل جدة يحرمون من جدة وما شابه ذلك من الأماكن التي هي دون المواقيت. والأمر الثاني أو الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة عرفنا أنه ركن، لكن الانتظار إلى أن تغرب الشمس هذا من واجبات الحج، فلا يجوز للإنسان أن يخرج قبل ذلك، ولو خرج لزمه ذبح شاة وصح حجه. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل لمن وصل إليها قبل نصف الليل. فالإنسان إذا خرج من عرفات فإنه يلزمه أن يبيت بمزدلفة ويبقى بها ولا يخرج منها قبل منتصف الليل. وأما إذا كان قد جاء بعد منتصف الليل فلا بد أن يبقى شيئا من الوقت يصدق عليه مسمى المبيت. والرابع هنا أعده السعي، والصحيح أنه واجب. والخامس هو المبيت، بينما هو الرابع على الصحيح، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، هو من واجبات الحج التي يلزم الإنسان أن يحرص عليها. لكن لو لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يبيت في أقرب مكان إليها مما يليها، سواء ما يليها من جهة مكة من جهة الجمرات، أو ما يليها من جهة مزدلفة، ومعلوم أن مزدلفة هي التي تلاصق منى،
فإذا بات الإنسان في أقرب مكان إلى منى من مزدلفة وهو لا يجد مكانا له في منى فإنه يجزئه ذلك، مثلما لو أن الإنسان يصل ذهب للمسجد ووجده قد امتلأ فصلى في الطريق فإن صلاته تعتبر في حكم من يصلون داخل المسجد. والأمر الخامس هو الرمي لجمرة العقبة يوم النحر، فهذه من واجبات الحج، وكذلك الجمرات الثلاث أيام التشريق فإنها من واجبات الحج. والسادس هو الحلق، حلق شعر الرأس أو تقصيره، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر وقال احلق. فهذا من واجبات الحج. والأمر السابع هو النحر للقارن والمتمتع، فنحر الهدي يعتبر واجبا من واجبات الحج إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا. والأمر الثامن من واجبات الحج هو طواف الوداع كما بينا ذلك قبل قليل. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أركان العمرة، فقال أركان العمرة الطواف فقط، والصحيح أنه الإحرام والطواف. أركان العمرة هي الإحرام والطواف، فلو أن إنسانا لم يحرم وجاء وطاف وقال أجبرها بدم لا ينفع لأنه لم يحرم، لم يدخل في النسك. فأركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي. وواجبات العمرة: الإحرام من الميقات، وذكر المؤلف قال السعي، وقلنا إن السعي هو ركن على الصحيح، والثاني هو الحلق، الإحرام من الميقات والحلق، فهذه هي أو التقصير، هذه هي واجبات العمرة، فأركانها ثلاثة وواجباتها اثنان: أركانها الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. فمن ترك نسكا، فمن ترك ركنا في الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، فلو ترك الإحرام في العمرة أو الحج لم يصح نسكه، أو ترك الوقوف بعرفة لم يصح نسكه كحج، وكذلك من ترك الطواف فلا يصح نسكه، ومن ترك واجبا جبره بدم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأن السنة لا يجب فعلها أساسا، وكون الإنسان يأتي بها هذا من باب الكمال والفضيلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الوقوف بعرفة متى ينتهي، قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. الوقوف بعرفة يمتد من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، فلو أن إنسانا لم يذهب لعرفة يوم عرفة وإنما ذهب إليها ليلة العيد في الساعة الثانية عشر ليلا ووقف بها
ولو لحظة فإنه يكون قد أدرك يوم عرفة، قد أدرك الوقوف بعرفة. وعلى هذا يكون الأمر فيه سعة للناس. أما من طلع الفجر عليه وهو لم يدخل عرفة فإنه يكون قد فاته الحج حينئذ، لأن الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. هذا الإنسان الذي طلع عليه الفجر يوم عرفة وهو لم يدخل عرفة ماذا يعمل؟ قال: يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا، يعني يتحلل بعمرة، يأتي إلى مكة ويطوف طواف عمرة ويسعى سعي عمرة ويحلق ويتحلل. وقال: ينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. والقول الآخر أنه إن كان هذا النسك فرضا فعليه القضاء، وأما إن كان قد سبق أن أدى الفريضة وهذا نافلة فلا يلزمه القضاء، وإنما ينحر هديا للتحلل وليس عليه قضاء. ذكر مسألة، قال: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس. يعني لو أن الناس أخطأوا في الوقوف بعرفة وبنوا على أن الشهر ذي القعدة 30 فوقفوا بعرفة بناء على هذا في اليوم 9، ثم جاء إنسان وقال: إني رأيت الهلال هلال ذي الحجة وأن الشهر السابق 29 يوم، فأنتم وقوفكم بعرفة إنما هو في يوم العيد، فما الحكم؟ فيقال: الحج صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس، يعني الذي يقفون فيه بعرفة. فإذا أن الناس وقفوا بعرفة فإن وقوفهم صحيح وهو المعتبر شرعا. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. هذه مسألة، يقول: لو أن الناس بعضهم قال: أنا أعارضكم، أنتم تقولون الوقوف بعرفة مثلا في سنتنا هذه يوم الخميس، وأنا أقول الوقوف يوم الأربعاء، أو قال: أنا أقول الوقوف يوم الجمعة، فلا يعتبر وقوفه صحيحا، وإنما الذي يعتبر هو ما عليه جمع المسلمين مع إمامهم. فالإمام الذي له النظر في هذا والمسلمون معه هو المعتبر وقوفهم، وأما من خالفهم ووقف وحده أو مجموعة من الناس فلا يعتبر وقوفهم صحيحا. هنا ذكر المؤلف مسألة، قال: يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. هذا الكلام غير صحيح، والصحيح أنه لا علاقة لزيارة المدينة بالحج، وإنما الحج مستقل،
والزيارة عبادة مستقلة. ثم إن الزيارة لا تكون للقبر، الزيارة الشرعية لا تكون للقبر حسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالذي يريد أن يزور المدينة يزور المسجد النبوي حسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا هذا. وأما ما روي من أحاديث في هذا المعنى فهي غير صحيحة، ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، فهذا الحديث مكذوب وغير صحيح. والإنسان يسن له أن يزور المسجد النبوي في أي وقت حسب الأرفق به، لكن كثير من الناس يرون أن الأرفق بهم إذا جاءوا إلى الديار المقدسة ووصلوا مكة، فإن المدينة قريبة منها والوصول إليها سهل وميسر، فألفوا واعتادوا زيارة المدينة، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل مشروع وعمل مستحب وعمل صحيح، لكن لا ارتباط له بالحج. يشرع للإنسان أن يزور في أي وقت بحسب ما يناسبه، ولا تشد الرحال لزيارة القبر النبوي، وإنما تشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فينوي الإنسان عند إرادته السفر للمدينة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل للمدينة وصلى بالمسجد النبوي فحينئذ يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وقبور البقيع وشهداء أحد وحمزة وغيرهم من هو في المدينة مما لا يحتاج إلى شد الرحال ولا يحتاج إلى سفر، فإن هذا داخل المدينة ولا حرج فيه ولا يدخل في المحذور. المؤلف رحمه الله بعد ذكره لأحكام الحج ذكر ما يتعلق بالهدي والأضاحي. يقول المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، بمعنى أن الإنسان يسوق هدياً سواء واحدة من الشياه أو واحدة من البقر أو واحدة من الإبل أو عدداً منها، يسوقها إلى مكة في وقت الحج أو في غير وقت الحج. فيستحب للإنسان أن يهدي للحرم، والإهداء للحرم هو إهداء لمساكين الحرم لأجل أن تذبح في هذا البلد المقدس، هذا البلد الطاهر، فتذبح داخل حدود الحرم. إن كان عمرة فتذبح في مكة، وإن كان في زمن الحج فإنها تذبح في منى وما حولها، وأينما ذبحت أجزاء مما هو داخل حرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل فجاج مكة ومنى منحر. فيشرع للإنسان أن يهدي، ولا يجب الهدي إلا بالنذر. وأما هدي التمتع أو هدي القران فهذا نسك تابع للحج وجزء من أعمال الحج، ولهذا تلاحظون أننا ذكرنا أن نحر الهدي هو من المناسك الواجبة
في حج المتمتع والقارن. والأضحية سنة أيضا مؤكدة لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فالأضحية سنة مؤكدة لمن وجد قيمتها فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم، وهي سنة في كل بلد يذبحها الإنسان في بلده، يذبح شاة عنه وعن أهل بيته، تجزئ الشاة عن الإنسان وعن أهل بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته، وعنده 9 بيوت، 9 زوجات، فضحى عنهن جميعا بشاة واحدة، وضحى بكبش آخر عمن لم يضحي من أمته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. فكون الإنسان يذبح الأضحية في يوم العيد أفضل من أنه يتصدق بثمنها على الفقراء، لأن الأضحية مقصودة لذاتها، وهي التقرب إلى الله بإهراق الدم في هذا اليوم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. فينبغي للإنسان أن يسارع لأداء هذه العبادة الفاضلة المباركة. وقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال: والأفضل فيهما، أي الهدي والأضحية، الإبل ثم البقر ثم الغنم، لمن أراد أن يذبح كاملة. وأما إذا كان يريد أن يذبح أو يشارك في 7 بدنة أو 7 بقرة فالغنم أفضل. ووجه استحباب الإبل ثم البقر ثم الغنم ما ورد في حديث الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا دليل على تفضيل الإبل على البقر والبقر على الغنم، لأنها أنفع للفقراء وأكثر لحما. قال: يستحب استحسانها واستسمانها، يعني يستحب في الأضاحي والهدي أن الإنسان يختار الأفضل والأحسن والأجود والأكثر لحما، لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أن المراد بتعظيم الشعائر هو استعظامها، استعظام البدن، واستسمانها واستحسانها، يعني يختار السمينة ويختار الطيبة السليمة، ويختار ذات اللحم الجيد والحسن الذي يفضله الناس. وأما أعمارها فقال المؤلف: لا يجزئ إلا الجذع من الظأن. والجذع من الظأن هو ما تم له 6 أشهر. ولا يجزئ من المعز إلا الثني، وهو ما تم له 1 سنة. ومن البقر أيضا الثني، وهو ما تم له 2 سنين. والثني من الإبل هو ما تم له 5 سنين.
فثني الإبل 5 سنين، وثني البقر 2 سنين، وثني المعز 1 سنة. واستثني الظأن بأنه يجزئ فيه ما تم له 6 أشهر وهو جذع. قال: وتجزئ الشاة عن 1، يعني الشاة تصح أضحية لواحد، لكن له أن يشرك معه في الشاة من شاء من أهل بيته ووالديه، فتكون الأضحية لفلان وهو يدخل معه في الأجر من يشترك معه زوجته وأولاده ووالديه وأجداده الأحياء منهم والأموات. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته منهم الحي ومنهم الميت، فيدخلون في هذا. فخديجة رضي الله عنها تدخل معهم، وكذلك بناته المتوفيات قبل أضحيته يدخلن معه في هذه الأضحية. قال: وتجزئ البقرة عن 7، يعني يجوز أن يشترك 7 أشخاص في الأضحية، وكل واحد له نصيبه، فقيمتها مثلا 1400 ريال، كل واحد يدفع 200 ريال ويشترون بقرة، ولكل واحد سبعها أضحية له. وكذلك يقال في الإبل: تجزئ البدنة عن 7. قال: ولا تجزئ في الأضحية والهدي العوراء البين عورها. هذه مواصفات الأضحية وبيان عيوبها. فالعوراء الفاقدة لإحدى العينين لا تجزئ في الأضحية والهدي، وكذلك العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ، ولا العرجاء البين ضلعها من انكسرت رجلها أو يدها، وكذلك لا تجزئ المريضة البين مرضها. فهذه الأمور لا بد من الحذر منها، وأن يتقي الإنسان أن يضحي بها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يتقي من الضحايا فقال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي ليس فيها مخ وليس فيها دهن، وإنما هي هزيلة. قال: ولا تجزئ العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظباء القرن والأذن. فالعظباء هي مكسورة أكثر القرن أو مقطوعة أكثر الأذن. قال: ولا تجزئ الجماء، وهي التي ليس لها، لم يخلق لها قرن. قال: تجزئ الجماء، تجزئ الجماء التي ليس لها قرن. فهذه يصح الإنسان أن يضحي بها لأنه ليس لها قرن. وأما من كسر قرنها فإنها لا تجزئ لأن بها عيب، وأما التي لم يخلق لها فإنها لا يخل بمقصود شكلها وجمالها وحسنها. قال: وتجزئ البتراء، وهي التي ليس لها ذنب، لم يخلق لها إلية، فتجزئ قياسا على الجماء. وأما مقطوعة الذنب، مقطوعة الإلية، فالذي عليه الكثير من أهل العلم أنها لا تجزئ، وذهب بعض أهل العلم أنها تجزئ
لأن نفعها يعود إلى لحمها. ولهذا تلاحظون بعض اللحم الأسترالي يأتي مقطوع الإلية، وقالوا إن هذا أطيب لها وأجود للحمها. فإذا كان الأمر هكذا فأرجو إن شاء الله أن لا حرج. قال: ويجزئ الخصي من الذكور الماشية، وهو موجوع الخصية أي المرضوض الخصية، وهذا أنفع له وأجود للحمه. فذهابه لا يؤثر في صلاح طعمه، وإنما يزيد فيه وأفضل. قال: ما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها فإنها تجزئ مع الكراهة. ثم ذكر السنة في نحر وذبح هذه الأضاحي، فقال: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا ينحرون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ومعنى وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها بعد نحرها. والسنة بالنسبة للبقر والغنم هو ذبحها على صفاحها على جانبها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. فكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغنم هو الذبح، وبالنسبة للإبل هو النحر. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ويقول الإنسان عند الذبح أو عند النحر: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. هنا ذكر المؤلف قال: يستحب أن لا يذبحها إلا مسلم، بل لا يصح أن يذبحها إلا مسلم أو كتابي. فالمشرك لا تصح ذبيحته، فلا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ملتزما بكتابه. والأولى أن لا يلي الذبح إلا صاحب الأضحية أو الهدي، فإن هذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وكل فيوكل من يثق فيه ممن يطمئن إلى دينه وعقيدته. قال: وإن ذبح صاحبها فهو أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر وقت الذبح، فقال: يبتدئ وقت الذبح بعد صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فوقت الذبح للأضاحي وللهدي يبدأ من بعد انتهاء صلاة العيد. من ذبح قبل تسليم الإمام من صلاة العيد فذبيحته ذبيحة لحم وليست أضحية وليست هديا. ويستمر وقت الذبح
إلى آخر أيام التشريق. المؤلف يقول آخر يومين من أيام التشريق، والصحيح أنه إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، فتكون أيام ذبح الأضاحي والهدي أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، وينتهي الذبح بغروب الشمس من يوم الثالث عشر، فإذا غربت فقد انتهى وقت الذبح. قال: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، فإذا عينها تعينت، ويتعين الهدي بقوله هذا هدي، أو بإشعاره وتقليده مع النية بأن يضع عليه علامة أو يربط به حبل أو يجرح شيئا من سنام البعير ونحو ذلك، فيتعين بهذا. قال: ولا يعطى الجازر أجرته منها، لما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. فلا يعطى الجزار أجرته من الأضحية أو من الهدي، وإنما يعطى من غيرها. نعم يعطى هدية لا حرج، لكن يعطى أجرة لا، لا يعطى أجرة منها، يعطى الأجرة من غيرها. قال: والسنة في الهدي والأضاحي أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمر وكيله الذي بعث معه هديه أن يتصدق بثلثه وأن يأكل ثلثه وأن يبعث إلى أهل أخيه بثلث. فهذا هو السنة في الأضاحي، وكذلك في هدي التمتع والقران أو هدي التطوع. وأما دم الجزاء الذي يجب على الإنسان بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، فإنه يعطى للفقراء ولا يأكل منه صاحبه شيئا. قال المؤلف: وإن أكل أكثر من الثلث جاز من الأضحية أو من هدي التطوع أو هدي التمتع والقران، وله أن ينتفع بجلدها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. فلا يجوز للإنسان أن يبيع الجلود، لكن يتصدق بها أو ينتفع بها، يتخذ منها قرب أو يتخذ منها جزم أو غيرها مما يحتاجه. ولا يجوز له أن يبيعه للحديث السابق، ولا شيئا منها كاللحم أو الشعر أو غيره، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع شعر الأضحية أو يبيع جلدها ولا أي شيء منها. قال: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل جزور بضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى مئة من الإبل، فأمر أن يقطع من كل واحدة قطعة ثم تطبخ جميعا، فشرب من المرق لأجل أن يحصل على فضيلة أنه طعمها كلها وأكل شيئا يسيرا من ما طبخ من هذه الأجزاء. قال: ولا يأكل من كل واجب، يعني الهدي الواجب كهدي الإحصار أو هدي الذي يجب على الإنسان بسبب ترك الواجب أو فعل المحرم، فإن هذا لا يأكل منه صاحبه، إنما يعطى للفقراء، فقراء مكة. قال: إلا هدي المتعة والقران فيشرع الأكل منه،
لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن حجة الوداع: وكانت حجة قارئة، فحج بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعات. دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ويجب الإنسان أن يتصدق من الهدي ولو بالشيء اليسير. مسألة لابد أن ينتبه لها الإنسان الذي يريد الأضحية من قبل دخول شهر ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. فهذا يدل على أن من أراد أن يضحي، والأضحية غير الهدي، ما لا دخل بالحج ولا علاقة لها بالحج، فإنه يتوقف عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو شيئا من بشرته شيئا إلى أن تذبح الأضحية. وهذا لمن أراد أن يضحي هو. وأما غيره ممن أراد أن يضحى عنه فإنه لا شيء عليه. يعني الإنسان يريد أن يذبح شاة عنه وعن أهل بيته، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وأما زوجته وبناته وأبناؤه فلا حرج عليهم أن يقلموا أظافرهم ونحو ذلك. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله الباب الأخير في هذا المناسك، وهو العقيقة. العقيقة سنة مستحبة استحبابا مؤكدا، وهي حق للولد على والده شكرا لله على أن منحه هذا الولد. والسنة فيها أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. كما أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فالسنة أن الإنسان يذبح في اليوم السابع من ولادة المولود العقيقة. وإن لم يتيسر اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم شاء. لكن كل مولود مرتهن بعقيقته، فينبغي للإنسان أن لا يفرط في هذا الحق. كما أنه يستحب أن يحلق رأسه ويسمى في اليوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر فضة، بمعنى يوزن الشعر شعر المولود بالفضة ويتصدق بوزنه. قد لا يكلف شيئا يسيرا بالنسبة للفضة، الريال السعودي قد لا يكلف إلا نصف ريال. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العقيقة تذبح لسبع أو 14 أو 21. هنا يقول المؤلف: وينزعها أعضاءً،
ولا يكسر عظمها. هذا من باب الاستحباب والتفاؤل بالسلامة، بمعنى أنه لا تكسر عظامها وإنما تقطع من المفاصل، مفاصل العظام تقطع مع المفاصل بحيث لا يحتاج إلى أن يكسر عظما، وإنما تفكك فكا تفاؤلا بسلامة المولود. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني أن العقيقة أحكامها من حيث صفات الذبيحة المجزئة هي أحكام الأضحية، فلا بد أن يكون جذعاً من الظأن أو ثنياً من المعز والإبل والبقر. وكذلك العيوب التي يجب اجتنابها لا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا الهزيلة ولا المريضة ونحوها. فشروط العقيقة هي شروط الأضحية، وهي نوع من المناسك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بباب المناسك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.